قاليسين تحق درادة يدادين تليق إسلامك سحق درالة ودادية إذا أبدا إمان تلو وداكتي داعش وكو حرام القاعدة هي الشباب تكفيرك تصبح على تكفيرك تصبح على مغشة هون مين أرك صوفية ضعا يوتيوب ككب وحي قوير انت تسكزوا فلسطان ورانية وهابية دو وقالوا وهابية دا إلا الله يوا وبنانتاي دي قود وحلال وفكر ني وهابية دي لا انت صوح هليا أجرا في أكثر من موضع من كتبه أي ما مكساكو شيء نحن لا نكفر إلا ما أجمع العلماء على التكفير به هذا لما أدنا دي واكوان صوفية ده. إمي صد قال بي حكم أقلال كيودن بيمي أنا قبل الله نحيو كود قال لمن ويجي عيد من الدولة دو أنا كود قال لمن وحكا لي ود قال لمن وحكم بي دي ود قال لمن كوان حكم بي ود قال لمن تطفى ربضان بي لايين ده قال لبضان عشرات المعارك بي كقلال قبل الله نحي ضد مسلمين يكون لايين وحيقول لي يعني وح كلام هاي هو مسألة الحكم وهي بس الحكم يجوا إلى هاي وحكم العين مركب مسألة ده هو وحيرة دي جاء إسلامك هي قضية التكفير قال يسنت عقد الرضا هاي وحيرة دين عنا الشباب كفر دين عنا صوفيا كفر ده رانكون صومالي دي الدنيا إن الدعوة التوحيد كل سقينا ده ما لي الشباب كلا جساري أصول ثلاثة على جهلة هذه لقى عليه أصول ثلاثة مسجى خلدان وراح خلدان أصول ثلاثة كويا الله صوصر وحكى له ويدون فرق وده حياة دعوة التوحيد هي الدعوة ده خوارج تعسرقة دعوة علم كل سن وضد كبار السن وعلماء راسخين في العلم هو جاميان به هلك دعوة خوارج العصر كتاي دعوة دت كده صفدة إليه نبي وشيء قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام سفودة يتعطي وحبوا بدنا ندل إيش ذا وحي هذا كتبة محمد بن عبد الوهاب بهايستان كتبة محمد عبد الوهاب قف كسطاء هايستا محمد عبد الوهاب يدعوه دي سوحو البكلام دي جوابتوا ما مد مستشرقها قال أي كتبت إسلام كقاضن كرود دراسين كلا هذا نتاسوا ودعاء وكتاب القرآن كواه استانة كورما ملورنا القرآن كخلدنا وحم بري وحوب بدنا يدلي شدانا وقرآن ملورنا القرآن كخلدنا ما هذا القرآن كسي خلدنا ودلي شدان دلي شو قدر خلدنا القرآن كما خلدنا ساسوا كلا كتبت علماء الإسلام من أصحاب المذاهب الأربعة أنا واه استان منهج كهستان شروح دي سهستان ضد كوكا الحكومان ميا شافعي الله عايا شباب باهستا كتبتو ده واخرستا اما دكتا اما وحكوكا الحكومة ومايا كتب التوحيد هدي هستان توحيد العبادة نايمسي وارين يكوس حسين وطالقوا عاي مايو الخوارج القدامى الشرك هي خرافات كفقا التاسفة يكون صحصناين بيت سلادي تكني يمسى يكون صحصناين يصوم كالرمضان صوم يينيو حج بيت الله الحرام وحلقية غير كودن إلى واحد دليشة دان أقواشا أئمة الدعوة التوحيد أي سوقاتان أئمة الدعوة التوحيد أقواشا داي سوقاتان وصيخل دان يود دليشة دان وحي لم يتي قرآن كأي حديث كأي سيخل دان ودليشة دان علماء دا وحكا سوقاتان كمقارها أئمة الدعوة التوحيد حركة سيجو النووي قرطبي مسالش تطرسك قرحين تن يجو ودي للشريعة أي مدى صلاة كسر وحلورنا يجي كفر عمين ما أي مدى صلاة عاية وما يا ويسكع الضهاي إن أنا الشقيس كل هاي دعوة التوحيد والدعوة دي أنت أبدا كدكتة خوارج تي هرأي خوارج العصر ولا بضبة إن أنا الشقيس كل هاي لكن قفكم مركو مراد ليه أو ركيس وحول بكو كعصرية وقالضو عيد كاستوا صفح لإسلام كي كل شيء إنسان إسلام كأتشويهيان وفالح ما يندد كوجيريان أهل البدع عنا عيد كاستوا صفات حن والله قد دي ضيله صفات كداعش يكو الله متكها وحي كل شيءان دعوة التوحيد والسنة وتشددوا دون وين ضد كتم فيريان بل وحن ولا النهاي قال يسين تحق الرضاعة يدادين تليق إسلامك سحق الرالو الضادية عدة أبدا إيمان تلو داكتي داعش بوكو حرام
القاعدة هي الشباب والتكفير كتصبح على التكفير كتصبح على مغشى التكفير كتصبح على من المغشى كون من أرق صوفية ضعها يوتيوب ككب وحي قوير انت تسكزوا فلسطان ورانيا وهابية دو وقال وقال وهابية دو إلا الله يا و وبنان طاي دي قود وحلال وفك ني وهابية دي لا انت صوحي هليا أجرة وهابية دو الشيء يعني واي ومسلمين تن توحيد كأمن سنة خرافات كود يبيد عود يشركيات كود كسور جد كواس إسلاف فضل قال السنة ودي قود حلالين يعني حق وحويان تطبيقنا مركا صومالي اينو ايقنو لابا فرقضوهم با هوب قاتي ووداد الشيغان ايه ودادك مسلمين تا لدق عالمي فرقوه الشباب يو كوا يكسو تشيدان اي كفر عامين للشباب كقاربا وقوه الرئيه هوب قاتي شضي ان دادك مسلمين تا بلو قاتي لدق عالمي يدو الدولة الاسلام الرادينية في القضاء لبعضنا دواء كوان صوفية ده إمي صدق عالبي حكم وقلال كيودن بيهم يعني قبل الله نحيه كودة قالمين ويجي عيدة من الدولة دواني كودة قالمين وحكا ليه ودة قالمين وحكم بيه ودة قالمين كوان حكم بيه ودة قالمين تطفر بدن بيه اللايين ده قال الله بدن عشرات المعارك بيه كالقلال قبل الله نحيه ضد مسلمين كل لايين وحيقول لي يعني روح كلام هاي هو مسألة الحكم وين سن حكم يجوا إلى هاي وحكم إلى هاي مركب مسألة ده هو وحيره دي جاء إسلامك هي قضية التكفير قال يسنت عقد الرضا هاي وحيره دين عنا الشباب كفر دين عنا صوفيا كفر ده رانكون صومالي دي الدنيا يعني دعوة التوحيد كل صغير ده ما لي الشباب كلا جساري أصول ثلاثة على جهله هدي لا جهله أصول ثلاثة ما يسقى خلدنا وراح خلدنا أصول ثلاثة كوي على صوصر سول ثلاثة هذو قال قاتم ما كفر يبون غني يسول ثلاثة آيات يا حديث بكو ياله وحلاقة الكتاب والقرآن كي يستجنا كور بالميل صار كتبتي فقه جاي شافعي هذا لقاه له وقار كده وده داعش عريا القرآن يقوى الصوفياء قوى شروح المنهج كي كم يديهن قوى يجمع حاله سو بندقواي ولرواي ورشوا إني من كبر شافعي ذي الصوفي داعش عريا هذا الشيء واي وكم كتبت ودست حامت نجينا وصول ثلاثة تيفية كورة كنيسة كتبت كوا وين هذا هيستم ما تسوق عادنا مركب قفكو إنه كتاب صح هيستا كتاب كعيبكم معها استجى يعيبكم طح هذا لنا ده كتاب كواحد حلو أميسية والصمينية واللي جوا وش هاجي كتاب كسوة صار ده كتاب كأيده ده تناك سوة صار لكن كهيب الباء هيستا كتابكم أيدين كت أميسة هيب الخلدان كتاب قرآن است إمسا صحيح البخاري است إمسا صحيح مسلم است إمسا كتبتي فقه جسيت مذاهبتي أربعة وحويان علماء وضعي قرآن لقوم يا ذين كلام واسكا وحويان وصاوس يخو زعبلات ذاتك عامدة القصر كرا لكن قف دين تاقون ولا لقوم السر كرا